الشاعر موسى دغاي. ويوم الحملتي للوطن مجدين
مجد النسب والبيرق المنسوب ده الحي كان علوب عنده وعين ده الوحي شلالها مسكوب هيأخذ بشامون واللي يختيل هيأخذ لبشامون واللي يختيل اللي يخذ أخذت العطاء السنون حتى عطونا غير عين الناس غير من بشامون حمل الجيش وغير شعر من أرض عين علوم لما
مسلسل الأديان معروف، مدري بطرس أحمد، وقفت وصرخت منطق الوجدان لأهل الشمل والدين الموحد. هيدي شهادي عنك عم الناس، إن ما توحد الحب السياسيين بحب البشر في مصر يتوحد. ان شاء الله الحياه تضلها تعطيه ونعمل